أهل الغربة، الغربة هي الوحدة والشدة والتعرض للأذى في سبيل الحق، وأول الغرباء من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاصة أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسادات المهاجرين والأنصار وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم من الرجال والنساء. أول من يدخل للنساء أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، فهؤلاء هم أهل الغربة الأولى في هذه الأمة، لأنهم قبلوا دين الله عز وجل واستقاموا عليه وعملوا به وجاهدوا في سبيل الله تعالى من أجله وصبروا على الأذى والشدائد والغربة والوحشة وضيق ذات اليد وشدة الحاجة، حتى أظهر الله تعالى دينه وأعلى أمره وحقق وعده الكريم بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهكذا من سلك سبيلهم على منهاجهم من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى أن يأتي الله بأمره، فهم هم الغرباء، لأنهم أناس قليل في خلق منحرف كثير في كل زمان ومكان بحسبه، تارة تشتد الغربة ويستحكم الأمر، تارة يتسع الأمر ويظهر الهدى، ولله الحكمة في ذلك. نعم.